الصناعه بتاعتنا ديت صناعه من قديم الازل، يعني احنا كمصريين مشهورين بالصناعه ديت، او صناعه قديمه عندنا. المصنع اللي حضرتك قاعد فيه دوت بدايته مثلا كانت في الستينات، بتبدا مرحله الازاز بالخلطه او يعني التكوين، الكيماويات بتاعت اللي بتخش في الازاز بنعمله منها الخلطه. اولا المكونات بتاعتها رمله بتيجي من سينا، صودا قش اللي هي كربونات الصوديوم، الملح، حجر جيري، اغلبيتها كيماويات بتبقى كيماويات مستورده، يعني ما بتتصنعش عندنا. المرحله الثانيه بالنسبه لنا بتبقى مرحله ان انا ارمي الخلطه ديت في الفويل. تمام، الفويل دوت بتبقى درجه حرارته اكتر من 3000 درجه مئويه. بنبدا نحط الخلطه ديت، بتاخد مثلا من 4 لـ5 ساعات عشان تاخد درجه الانصهار بتاعتي اللي انا عايزها، عشان ابدا اشكل حسب الاشكال وحسب الكميات المطلوبه مني. بعد كده بتخش المرحله الثالثه، مرحله ان انا باخد الشغل اللي بيطلع الازاز دوت بحطه في حاجه اسمها التمبيره. عندي التمبيره ديت الفايده بتاعتها ان هي بتقوي صلابه الازاز، تدي له صلابه اكتر شويه. بعد كده بيبدا نخش في مرحله التحميض، تحميض الازاز، ان انا بحول الازاز من ازاز ساده ابيض لازاز مصنفر، عشان خاطر لما يطلع المرحله اللي بعديها مرحله الزغرفه يبقى البويات والكلام من ده والزغرفه والرسم بتاعي يمسك على الازاز. دول او 5000 قطعه بيحتاجوا مني من اقل من 100 عامل. ال 100 عامل دول بقى بيتقسموا من عمال بتعمل خلطه، لعمال بتصنع الزجاج، عمال تقطيع، عمال تحميض، عمال بتزغرف، عمال بتحمل العربيات، بنات بتعبي، يعني المتوسط بتاعي 100 عامل. يعني اجر العامل في اليوم حوالي 70 جنيه 80 جنيه 90 جنيه حسب هو واقف فين وحسب هو بيشتغل في انه مكان، صنايعي، صبي، عامل، عبوه، حسب كل حاجه ليها. بس انا عندي مثلا صنايعي ممكن يوصل له ال 100 جنيه. الميزه بقى عندي ان انا العامل بياخد ورديته، وممكن ياخد ورديه يطبق فيها طبعا مضاعفه الاجر. يعني هي دي اللي بتظبط الدنيا معاه شويه. يعني عندي متوسط انتاجي في اليوم من مثلا 4000 لـ 5000 قطعه يوميا. ال 4000